حالة من عدم الاستقرار تضرب أسعار الذهب الفترة الحالية، ففي اليوم الواحد تشهد أسعار تذبذبا بين ارتفاع وانخفاض. ماذا يحدث في سوق الذهب ولماذا يتسع الفارق بين سعري البيع والشراء في الفترة الأخيرة؟ أضمن ما الجهود التي تبذلها الحكومة للسيطرة على الأسعار؟ سنجيب عن كل هذه التساؤلات من خلال هذه التغطية. نستعرض أيضا آخر تحديث لأسعار الذهب. بالفعل في الأيام الأخيرة شهدت أسعار الذهب في اليوم الواحد تذبذبا بين ارتفاع وانخفاض، ولكن هذا التذبذب أقل حدة مقارنة بما حدث في الفترة الماضية، حيث شهدنا بالفعل الفترة الماضية ارتفاعات قوية لأسعار الذهب تسببت بالفعل في وقف البيع والشراء، ثم تراجعت أسعار الذهب بقوة، وبعدها بدأت وتيرة تذبذب محدودة خلال الأيام القليلة الماضية ولكن يغلب عليها الانخفاض. واليوم استقر سعر الذهب عقب آخر ارتفاع شهده أمس الثلاثاء، حيث ارتفعت أسعار الذهب أمس على مستوى جميع الأعيرة الذهبية. صعد أيضا سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 100 جنيه، كما ارتفع أيضا الجنيه الذهب حوالي 400 جنيه، وارتفع أيضا سعر عيار 18.39 جنيها للجرام الواحد. واليوم تحرك سعر الذهب عيار 18 يبدأ سعره من 3085 جنيها، بعد أن كان 2914 جنيها، لكنه ما زال تحت أعلى سعر سجله وهو بعد 3442 جنيه. نستعرض لحضراتكم الآن آخر تحديث لأسعار الذهب بدون مصنعية وفقا لآخر تحديث، مع العلم أنها تتغير على مدار اليوم وفقا لآلية العرض والطلب. وبالفعل سجل سعر الذهب عيار 24 3943 جنيها، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 3400 جنيها، سجل أيضا سعر جرام الذهب عيار 18 2886 جنيها، أيضا سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 27200 جنيه. واستقر سعر الأوقية أو أوقية الذهب في السوق العالمية عند 2023 دولار. أما عن أسعار المصنعية فيتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10% أو تكون بين 80 أو 150 جنيها في محلات الصاغة. أما عند شراء الذهب المستعمل فتبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها فقط، أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام وبالفعل تعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من 35 جنيها فيما فوق. أما عن أسباب اتساع الفارق بين سعري البيع والشراء في الفترة الأخيرة، فقال نادي نجيب السكرتير السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات له، أن سعري البيع والشراء عادة ما يكون عند نفس المستوى، فإذا سجل سعر جرام عيار 21 على سبيل المثال 3000 جنيه، فهذا السعر يكون للبيع أو للشراء، ولكن في الوقت الذي تشهد فيه سوق الصاغة تحركات سريعة قد يتسع الفارق بين سعري البيع والشراء بحوالي 20 إلى 30 جنيها كحد أقصى، حيث يمر السوق حاليا بظروف استثنائية. أيضا إن سعر الذهب في مصر خرج عن السيطرة من كل الاتجاهات بسبب الاضطرابات الشديدة المستمرة منذ بداية العام، وفي 4 أيام فقط صعد سعر جرام 21 إلى 4200 جنيها ثم هبط إلى 3290 جنيها قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى عند 3650 جنيها على المستوى الحالي. من ناحية أخرى يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية المتلاعبين بالعملات الأجنبية والمعادن النفيسة، لا سيما أن سوق الذهب شهد تقلبات كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية. هناك أيضا قوانين وتشريعات تحارب تلك الجرائم لمنع التلاعب بالأسعار في السوق أو سوق الذهب، بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك وقانون الرقابة على المعادن الثمينة المعدل، فضلا عن قانون التموين المعدل، خاصة أن المباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار. ويأتي من أبرز هذه القوانين القانون رقم 58 لعام 1937، والذي تصل العقوبات فيه إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه التغطية. لمزيد من المتابعات والأخبار تابعونا على موقع صدى البلد. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.